عندما تتحول حبة الرمل إلى جنة خضراء في بيئة صحراوية قاحلة، تسر الناظرين في قلب الصحراء. يولد الحلم، حلم أصبح حقيقة جسده تحدي. شباب ورجال تمكنوا من تطويع الطبيعة وغرس مختلف أنواع المنتوجات الفلاحية. تفاصيل أكثر في ريبورتاج الزميل عاصم بخاري. في تلك البيئة الصحراوية القاحلة ولد الحلم، وتحولت حبة الرمل إلى جنة خضراء تسر الناظرين في قلب الصحراء. الحلم أصبح حقيقة جسده تحدي شباب ورجال تمكنوا من تطويع الطبيعة وغرس مختلف أنواع المنتوجات الفلاحية. صحراء غردايا التي تحولت بفعل سواعد المستثمرين إلى جنة خضراء وقطب فلاحي بامتياز. البداية من الولاية المنتدبة المنيعة التي أصبحت مقصد كل المستثمرين نظراً لتوفر المياه والتربة الخصبة. هنا عشرات المستثمرين اتجهوا نحو ميدان الفلاحة، خاصة وأن المناخ يساعد على النمو المبكر لمختلف المنتوجات الفلاحية. عبد المالك شاب أنهى دراسته الجامعية كمهندس، ولكنه اختار أن يتجه نحو ميدان الفلاحة بمنطقة حاسلفحل، فبدأ تجربته في أرض والده عن طريق غرس فاكهة الدلاع التي تنمو مبكراً بحوالي شهرين قبل باقي الولاية الشمالية. شاب متخرج من الجامعة، ماستر في مجال هندسة الطرائق، وعندنا عشق وتوجه فلاحي تسمى منذ الصغر في أرض الوالد. رانا في موسم الدلاع اللي ينتج الأول في مبكر على مستوى الجزائر، هذا هو رانا مع موسم غرس نتاعو. فيما اختار فلاحون إنتاج مختلف الخضر والفواكه عبر استعمال البيوت البلاستيكية من أجل تموين المنطقة بمختلف المنتجات طيلة أشهر السنة، على غرار محمد عيسى الذي اشتكى من مضاربة الأسعار، خاصة وأنه يبيعها بأثمان منخفضة ليتفاجأ بوجودها في السوق بأثمان مرتفعة جدا. معلومة هي هذه المنطقة بين حاسلفحل ومنيعة صنفت من بين المناطق العالمية، يعني من ناحية الخصوبة وتوفر الضوء والمياه العذبة، من أحسن وأجود أنواع تنتجها في كل مجال تنتجها هذه المنطقة، يعني إن شاء الله مستقبلا راح تكون قطب فلاحي كبير. النتائج الإيجابية التي حققها المستثمرون المحليون ناهيك عن التسهيلات المقدمة في مجال الاستثمار أصبحت مصدر استقطاب لكبار المستثمرين في مختلف الشعب، على غرار تربية الأبقار وإنتاج الحليب. نصيرة الخبيرة في مجال تربية الأبقار آثرت أن تجسد تجربة تربية الأبقار في الصحراء من خلال إنشاء مستثمرة نموذجية، والتي من خلالها حققت نتائج مبهرة. المزرعة تحتوي على عدد 180 بقرة، منها 100 بقرة حلوب. ننتج إنتاج يومي 2000 لتر حليب، وتوزع إلى ملبنة حجاج. C'est une exploitation intégrée dans le sens où on fait nos propres cultures fourragères. On n'a pas besoin d'acheter de l'extérieur. On fait du maïs fourrage, de la luzerne, pour assurer l'équilibre énergie-protéine pour la vache. كانوا بقري مرضونا، كانوا كارف عيانين يمرضوا مرجلهم، كيما نقولوا يعيبوا، كاين مرات يخمج رجلهم تحت ترشا. مي هنا الحمد لله يا ربي، يعني الامراض اللي كنا نلقاوهم لهي هنا يا راحوا، بقدر تسقموا وارتاحوا. الحليب ما مطول الحليب ثاني، كان نقولوا او يزيد، رانا مليح، خير من في الجزائر، خير من في العاصمه تقدر تقول 3 مرات. بهذه المزارع يتم غرس مئات الهكتارات من الاعلاف المتنوعه، منها العاديه والمركزه، من اجل توفير الغذاء لمئات رؤوس الابقار التي يتم تعهدها بطريقه علميه، مكنت من مضاعفه انتاجها للحليب مقارنه بولايات الشمال، نظرا لملائمه المناخ الحار الذي يوفر بيئه خاليه من الامراض التي تصيب الابقار. الهدف هو الوصول إلى نسبة إنتاج متسارعة للحليب، مما سيمكن من خفض فاتورة استيراد الحليب إلى 10%. Notre projet
a pour objectif d'aller faire une production laitière qui contribue au moins à minimiser la facture d'importation de la poudre de lait, ça ne serait qu'à hauteur de 5 à 10%, parce que si tous les éleveurs producteurs se mettent dans l'élevage, on peut aller à hauteur de 50%. Et je fais confiance à nos autorités et aux éleveurs producteurs de lait. بالقرب من مستثمرة رامي يتواجد إبراهيم غزالي، شاب قادم من الشمال للعمل في مزرعة نموذجية تتوزع على آلاف الهكتارات أنشئت عن طريق الاستثمار الفلاحي بالمنيعة نظراً للتسهيلات المقدمة، ومكنت الآلاف من إنشاء مزارع مماثلة نظراً لخصبة الأرض وتوفر المياه الباطنية. هنا في المنيعة كاين لو بوتونسيال، واحد يجي يخدم، كاين كاع جميع التسهيلات، تسهيلات إدارية، ما الناس تاع المنيعة دونك سهلوا علينا الأمور، دونك الناس اللي تقدر تخدم معاهم وتتعامل معاهم، دونك الاستثمار هنا، الاستثمار الفلاحي في هذه المنطقة عنده فيه إمكانيات كبيرة، ومع العمل دونك ريزلتا النتيجة تكون. أنا نشوفوا دوكا حاليا رانا نزرعوا في المايس دونك الدورة دولاد دونك اللي يوجه لأعلاف الأبقار دونك، ونخدموا في الشغل الأولاني تاع العام نخدموا القمح الصلب. المنيعة لوحدها استقطبت في ظرف سنتين أكثر من 3500 طلب استثمار في المجال الفلاحي، قبل منه 2800 ملف، وسلمت الإدارة 1800 عقد بمساحة إجمالية قدرها 35,000 هكتار، مكنت المنطقة من أن تتحول إلى قطب فلاحي بامتياز، خاصة ما تعلق بإنتاج الأعلاف والحبوب والبذور، أين أصبحت المنطقة تمول 4 ولايات ببذور القمح وعدد كبير من الولاية الشمالية بأعلاف المواشي والأبقار. لتبقى التسهيلات المقدمة في إطار الاستثمار الفلاحي جد واعدة، وهو ما يعتبر دعوة مفتوحة للراغبين في الاستثمار في المجال الفلاحي، مما سيمكن من الحصول على الاكتفاء الذاتي في فترة قليلة من الزمن. إلى هنا وصلنا بكم مشاهدينا الكرام إلى ختام عدد اليوم من برنامج جزائريون، وما تنسوش ترسلونا عبر الإيميل الظاهر أسفل الشاشة لانشغالاتكم، اقتراحاتكم، وانتقاداتكم. في أمان الله.